بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. احنا قلنا في الكلام ده كلام طويل وجبنا فيه كل ما يمكن أن يقال من بشر، ثم بعد ذلك قلنا والله أعلم بمراده. الله أعلم بمراده، يقول لك طب ما كان إيه لجمتها يقولها لنا ليه؟ مثلا نقول له إحنا هنتكلم وياكو كلام بالعقل. القرآن نزل بأسلوب عربي وتحدى العرب أهل الفصاحة وأهل البلاغة وأهل الأداء الجميل، وصناديد العرب وبتوع قريش اللي هم فيهم اللغة الصافية اللي جاي لهم من كل القبائل كذبوا محمد. فهل رأيتم أحدا منهم قال إيه يا أخويا ألف ولام وميم واللي جايبها لنا دي في أوائل الله؟ بقى لو كان لقيم فيها مطعم كانوا يسيبوها تمر كده؟ مش ممكن. كونهم كافرين وكونهم صناديد وأمة في البلاغة والأخوة وتمر عليهم كده بدون ما يعترضوا عليه، ده دليل على أنهم فهموا منها شيئا، فهموا منها إيه؟ شيء. وفهموه على أساس ما عندهم، قال لك يا أخي ما احنا اللغة عندنا بيبقى فيها حروف التنبيه كتيرة، إيه معنى ألا هبي بصحنك فاصبحينا؟ طب ما هو الشاعر يقول هبي بصحنك فاصبحين، ايه كلمه الا دي وتقول لك الا اداه تنبيه؟ قال لك ايوه، لان المتكلم يملك زمام منطقه، يتكلم او لا يتكلم، وقبل ما يتكلم بيدير المسائل نسب ذهنيه في ذهنه، لكن السامع قد يفاجأ ولا ما يفاجأش. يبقى المتكلم يملك زمام المبادره، وقبل ما يتكلم هيعود يتكلم مع ايه ويقول ايه ويعد نفسه، انما السامع قد يبغت ويفاجأ، يبغت على ما يتنبه يكون فات منك كم كلمة كنت عايزه يسمعها، فبدال ما يفوت منه الكلام اللي انت عايز تقوله تخليه يفوت في كلمة نسمها تنبيه له أن يستيقظ، يعني أنا هتكلم خد بالك ألا، نقول ألا خليها حروف تنبيه. لكن قلنا أن الحق سبحانه وتعالى سبق أن قلنا أن القرآن كله مبني على الوصل. معنى الوصل إيه؟ يعني ما فيش آية تلتئها منهية بالوقف، بل منهية بالتشكيل الإعرابي على أن الأخرى موصولة بها. ولذلك تقول إيه مثلا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن دونهما جنتان، مش كده؟ لو كانت المسألة على الوقف كان يقول ومن دونهما جنتان، مش كده؟ وبعدين يقول مدهامتان، ما هي آية فيهما عينان نضاختان، لا ما قالش كده، قال ومن دونهما جنتان وجاب النون مكسورة، ومن دونهما جنتان مدهامتان، مش كده؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ما قالش تكذبان، فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء، الله ما فيش واقف، معناها آية ختم آية. يبقى القرآن مبني في آياته على الايه؟ على الوصل، هذه واحدة. وفي صوره أيضا مبني على الوصل، يعني ما يجيش في آخر الصورة معناها آخر الصورة بقى ولها آية احنا هو. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، هي كده ولا؟ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن، الله يبقى موصولة ما فيش وقف، خلاص كده. طب دي آخر، لا آخر الآية منفصلة بوقف ولا آخر الصورة منفصلة بل موصولة. هات آخر القرآن كله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولا والناس ليه؟ لأنها موصولة ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فكأن الله يريد منك أن لا تفصل آية من القرآن عن آية، بل كله موصول ببعضه، نهايته في الناس هي بدايته. ولذلك يقول لك ما هو الحال المرتحل؟
اللي بيقرا القران هو حال في اخر ايه، انما مرتحل الى الايه بتاعنا ولا ما يقفش الحال الايه المرتحل. هنا بقى نجد القران اللي مبني على الوصل في كلماته وفي اياته وفي سوره وفي ختامه وبدايته مبني على الوصل. هات بقى الايه هنا الف لازم تنطقها كده بالواقف، لو كان على طريقة الوصل كنت تقول ايه الف لام ميم، لكن قلت ايه الف لام ميم. الله شو يعني دي خلفة الطريقة في القرآن؟ قال لك ليدلك على ان الالف دي شيء مستقل لا حرف كما تفهمه، وله معنى يؤديه، ولذلك خالف نسق القرآن في الوقت. قال لك هو اقف هنا، ولذلك يفسر لنا قول رسول صلى الله عليه وسلم من قرأ كذا يبقى له بكل حرف كذا كذا ألف لام، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم نعم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. احنا قلنا في تلك زمان وذلك اسمها ايه؟ اسمها إشارة وكف خطاب. تي اسم إشارة زي هذا، واللي مخاطب مين بيختلف، مرة تكون الإشارة إلى مؤنث أو إلى مذكر، مثنى، مجموع، مجموع جمع تذكير، ولا مجموع جمع إيه تأنيث. لما بتكون بتشير إلى رجل تقول إيه هذا سأل عنك بالأمس، مش كده؟ وإذا كانت امرأة هذه سألت عنك بالأمس، هذان سأل عنك بالأمس، مرأتين هاتان سأل عنك بالأمس، جماع هؤلاء سألوا عنك بالأمس، مش كده؟ وهؤلاء سألنا عنك بالأمس. يبقى هؤلاء للذكور والمين والإناث، يبقى ده اسمه اسمه ايه اسم إشارة. بعدين بتخاطب مين بالعبارة، يبقى في اسم إشارة وفي ايه خطاب. هنا بقى نشوف كده تلك وذلك الكتاب، ذلك وتلك. ذلك أشار إلى الكتاب وهو ايه مذكر واحد، يبقى ذا تنفع له ولا لا؟ ها؟ طب بيخاطب مين؟ إن خاطب واحدا يقول ذلك، فيخاطب النبي يقول إيه ذلك الكتاب. طب إن كان بيشير إلى أنثى أو مؤنثة زي الآيات نقول تلك تي تي، إنما بيخاطب مين؟ برضو بيخاطب سيدنا، يجيب الكاف. طب يفرض إن هو بيخاطب، لكن بيخاطب أنثى، يخاطب أنثى يقول لها إيه تلك تلك، يخاطب اثنين تلكما، يخاطب جماعة تلكم، يخاطب جماعة إناث تلكنا. الله، يبقى إذن الإشارة شيء والخطاب شيء آخر. الإشارة إما لمذكر لمؤنث، لمذكرين اثنين، لمؤنثين اثنين، لجماعة ذكور أو إناث. والخطاب إما برضو لواحد أو لواحدة أو لاثنين ذكور أو لاثنين إيه إناث أو لجماعة ذكور أو لجماعة إيه إناث. اضرب الحكاية دي تطلع صور الخطاب كام، الناس بتفهم إن تلك كلها إشارة. نقول لا، ولذلك هناك يقول إيه لما تيجي امرأة العزيز تشير إلى يوسف وقد جمعت النسوة اللي لموها وقال نسوة إيه في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قامت عملت لهم مكينة وجابتهم ودتهم البتاع اللي قطعوه التفاح ومش عارف ايه، ودخلت مين؟ دخلت يوسف، ادخل عليهن. فلما رأينه قال لك ده الكلام اللي قالوه عنه مش هو ده احلى من اللي قلناه، ده مش بشر، ده ملك. قامت هم لما قالوا ده ملك قالت فذلكن الذي لمتنني فيه،
تبقى زاء إشارة لمين؟ ليوسف. وكنا لمين؟ للمخاطبات. وهناك اللي يقول لما قال فذانك برهانان من ربك، اليد والعصا اتنين زاني، ادي جابها اتنين اهو، انما بيخاطب مين؟ بيخاطب فرعون. قال فذانك تلك ايات الكتاب الحكيم. هنا بيقول لك ان تي حرف اشاره واللام للبعد والكاف حرف خطاب. طيب المشار إليه آيات وهي مؤنثة فجبنا تي، والمخاطب رسول الله فجبنا الكاف المفردة، واللام اسمها لام البعد بين الخطاب وبين الإشارة. بعد إيه؟ قال لك قد يكون بعد منزلة وبعد مكان أو بعد مكانة. نعم. تلك آيات الكتاب. ومرة أقول القرآن، مرة يسمي الكتاب، ومرة يسميه إيه؟ قرآن، ومرة يسميه فرقان، مش كده؟ معناها إيه؟ قال لك كتاب دل على أنه يكتب وتحميه السطور، خلاص؟ وقرآن يقرأ وتحويه الصدور، يبقى ده للسطور ودي للصدور. وفرقان للمهمة، يفرق بين الحق والباطل. هات بقى آيات الكتاب. في أول سورة البقرة قال إيه؟ ذلك الإيه؟ الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب. إنما هل الإيه؟ قال هنا إيه؟ تلك آيات الكتاب، ووصفه بالإيه؟ بالحكمة الحكيم، مش كده ولا تلك آيات الكتاب. هناك ما قالش كده، تلك آيات الايه؟ ذلك الكتاب لا، بس قال لا ريب فيه. يبقى ادي جاب من ناحيه، ناحيه كمال، وناحيه تانية من ناحيه الكمال، يجيب في آية دي كمال من جهه وهنا كمال من جهه، فيقول ايه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، وايه؟ ذلك الكتاب الحكيم. الله، يبقى جاب له نواحيتين كمال، كل واحدة تاخد ايه؟ ولذلك ما تقولش ده تكرير، دي لقطات مختلفة لايه؟ لشيء واحد متعدد الملكات في الكمال. هناك ايه؟ تلك ذلك الكتاب لا ريب فيه الهدى للمتقين. هنا بيقول هدى ورحمة، جاب لقطة تانية هدى ورحمة لمين؟ للمحسنين، ودي كلمة المؤمن. الله، ايه ايه الفرق بين؟ قال لك الايمان مطلوب الافتراض فرض، يبقى الايمان يؤديه، انما مطلوب الاحسان شيء اخر. مطلوب الاحسان، احسنت في كيفه ام احسنت في كمه؟ ايه احسنت في كمه واحسنت في كيفه؟ احسنت في كيفه بان تصحب مع العمل الاخلاص للمعمول له وهو الحق، أن تحسن في كمه، دي كف كيفه، تحسن في كمه ازاي؟ قال لك إن عجبك التكليف وربنا قال لك صلي خمسة، يبقى خليهم ستة ولا سبعة وبتاع، يبقى ده إحسان في الإيه؟ في الكم. وإحسان في الكيف علشان الإخلاص. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل الإسلام والإيمان والإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فعلى الأقل هو يراك. وهات بقى لما تكون واحد بتعمل له شغله وقاعد عينيك عليه كده. وإلى لقاء آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقلنا إن معنى مفلحون أي الفائزون بالثمرة الطيبة التي تفوق ما بذلوه من مشقة، كما يزرع الرجل الأرض فيعطي حبة واحدة تعطيه حبات متعددة. وقول الحق سبحانه وتعالى
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. كأن الحق سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الآيات وآيات الكتاب الحكيم وهدى وهدى للمتقين وهدى للمحسنين كل ذا يبقى معناه أنه قال هؤلاء مفلحون وفيه أناس آخرون هم المستفيدون دائما بالضلال. لأن الضلال بيوجد ليه؟ الضلال بيوجد لأن ناس مخصوصين يفيدون من هذا الضلال، فمن حظهم أن يستمر الضلال لتظل مكاسبهم، سيادتهم على الخلق، عبوديتهم له، أخذ خيرهم، كل ذلك. فالذين يضلون يأخذون خير الناس، فإذا ما جاء قانون يعيد توازن الإصلاح في المجتمع من الذي يكرهه؟ هؤلاء هم الذين يكرهون. وما دام يكرهوا يبقى لازم ايه؟ يحاربوه. ويحاربوه يعملوا ايه؟ يقفون امام الدعوه. والوقوف امام الدعوه مره يكون بالاستهزاء، يكون بالسخريه، يكون بالتعدي، يكون بانهم يقطعوا عليهم سبل الحياه كما عزلوا رسول الله ومن معه في شعب ابي طالب، يكرهونهم في بيوتهم وفي أهلهم في مكة فيهاجروا إلى الحبشة مرة وإلى المدينة مرة أخرى، لأن دول إيه حياتهم من هذا الضلال. وما دام حياتهم من هذا الضلال يبقوا لازم إيه يحافظوا عليه. طيب الحق سبحانه وتعالى يبين لنا أن هؤلاء الذين يقفون من الدعوة إلى الإيمان والدعوة إلى خير الإيمان موقف العداوة في نفسهم عارفين أنهم لو تركوا الناس إلى سماع منهج الله لاستمالوا الناس، فيعملون حيلولة بين آذان الناس وبين منطق الحق. ولذلك اللي يفضحهم يقول لك إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن. الله، طب كنتوا عارفين أن القرآن ما يأثرش، ما يسمعوا ولا ما يسمعوش؟ لا، ده هم واثقين انهم اذن عربيه واذن الفت الاسلوب الجميل والبيان الحلو، فساعه ما تسمع القران لازم ايه تتاثر. فقال لك اللي ينفع بقى نعمل ايه؟ يقول له ما تسمعوش القران، ومش بس ما تسمعوش وسيبوه يتكلم، والغوا فيه زي ما تقول شوشوا على الخطيب ده، شوشوا عليه عشان ما يتكلمش. يبقى معنى ذلك انهم وثقوا أنهم لو تركوا آذان الناس إلى أن يسمعوا جمال القرآن لأشفقوا أن يؤمنوا. طيب وإيه كمان؟ أم قال لك وإذا رأوا الناس بعض الناس انصرف إلى الإيمان يقول لك من نأتي لهم بصوارف أخرى، تأخذ آذانهم وتجيبهم من ناحية صوت الحق ده بإن نجيب لهم شيء من الباطل يغريهم بأن يسمعوا. هي الآية دي جاية عشان كده. ومن الناس، الناس اللي هم من الناس بتفويض التبعيض، ومعنى التبعيض يعني بعض الناس. طب البعضية دي من تشرحها بإيه؟ أي المستفيدون من الضلال الذين يهيجهم أن يحكم الناس جميعا بمنطق واحد وهدف واحد وهدى واحد، وهم عايزين يتميزوا وعايزين يبقوا ظلمة وعايزين يبقوا جبارين في الأرض، أهم دول الناس يعملوا إيه؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث. اولا كلمه يشتري مفهوم فيها ان واحد يطلب سلعه، يطلب سلعه ويدفع فيها ثمن مش كده وياخدها، يبقى هو مشتري وبائع السلعه ايه؟ بائع على الاول. ادي واحد، دي كلمه يشتري من اشترى ويشتري. قال لك كلمه شراء وبيع دي فيها كلام طويل. ازاي؟ قال لك لان دي معناها استبدال، بتستبدل شيء بشيء، بتدفع ثمن وتاخد مثمن. ام قال لك طيب ايه الثمن وايه المثمن؟ كان الاول ما فيش نقد والمساله تبادل سلعه بسلعه، سلعه بسلعه، ما دام ما فيش نقد يبقى سلعه بايه؟ يبقى انا محتاج ان انت تاخد سلعتي
وايه واخد ايه محتاج اخد سلعتك. يبقى كل سلعه مبيعه ومشتراه، كل سلعه تبقى ايه مبيعه ومشتراه. يبقى الشاري زي البائع، لان كل واحد بيبيع وكل واحد بايه يشتري. ولذلك تجد القران عبر عن المعنيين، قال ايه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. شروه يعني ايه؟ اشتروه ولا باعوه؟ يبقى شروه بمعنى ايه؟ هات بقى تانية. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ده بيبيع نفسه لمرضات مين؟ يبقى شرى جت بمعنى ايه؟ شرى وبمعنى ايه؟ وبمعنى باع. طب على الاول ليه؟ قال لك لان الاول كانت المساله مساله سلعه بسلعه، وما دام سلعه تبقى كل سلعه مبيعه وكل سلعه اشترى، يبقى دي تطلق على دي. لكن لما قالوا اشتروا خلوا اشتروا دي لمين؟ للشراء اللي بثمن. يشترون بايات الله ايه؟ ثمنا قليلا. ان الله اشترى من المؤمنين ايه؟ انفسهم واموالهم بايه؟ بان لهم الجنة. عادة الباء تدخل على المتروك، اشتريت كذا بكذا، يبقى بكذا ده اللي انت تركته عند البائع واللي خدته، تبقى الباء تدخل على ايه؟ على المتروك. هات بقى هنا ومن الناس من ايه؟ هات بقى هنا من يشتري. يبقى يشتري يطلب اولا حاجة يشتريها ويدفع فيها ايه؟ ثمن. طب المشترى ايه؟ لهو الحديث. هنقف عند دي بقى. لهو يعني ايه؟ ما هو اللهو؟ قال لك القرآن تكلم مرة عن اللهو وعن اللعب، وثلاث آيات في القرآن قدمت اللعب على اللهو. وما الحياة الدنيا إلا ايه؟ لعب ولهو. يعلموا أنما الحياة الدنيا ايه؟ لعب ولهو وزينة. ما فيش هي تقدم الله إلا في الآية واحدة. إيه هي؟ وما هي إلا لهو ولعب. وما الحياة إلا لهو ولعب. اشمعنى أقدم لهو هنا وكل ما آيات يقدم فيها لعب؟ أم قال لك ليه؟ لأن اللعب أن تصنع حركة غير مقصودة المصلحة. زي لعب الأطفال، ولذلك احنا بنقول ده لعب عيال، يعني شيء لا يقصد به شيء ايه؟ اسمه لعب ايه؟ عيال. بس العيل مش مكلف، ما شغلش بدي عن غيره. لكن اذا انتقل الى مرتبة التكليف وعنده مكلف، يشتغل باللعب ده عن المطلوب، يشتغل بهذا ايه؟ عن المطلوب. يبقى اللعب حركة غير مقصودة لمصلحة، بل هي لقتل الوقت كلعب الأطفال، ولا يكونش مشغول بها عن غيره. إنما اللعب برضو فيه هذا، بس مشغول بها عن ايه؟ عن حاجة مطلوبة. ولذلك وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائمة. يبقى بيشغل عن شيء بإيه؟ بشيء. طيب هنا بيقول يشتري لهو الحديث. إيه القصة دي؟ وإحنا قلنا إن الجماعة اللي وقفوا أمام الدعوة الإسلامية كانوا يريدون أن يصرفوا آذان الناس عن منطق القرآن ودعوة رسول الإسلام، وعايزين يصرفوهم فيجيبوا لهم حاجة تشغلهم. الحاجة اللي تشغلهم ايه؟ قال لك القرآن بيتحدث عن عاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد، وبيتودع عن مدين وعن مش عارف ايه. طب ما نجيب لهم شوية قصص ويقروها ونقولها لهم كده ونقعدهم في سمر زي ده، زي ابو زيد الهلالي وبتاعه وحاجات زي دي. فكان واحد اسمه النضر بن الحارث او جوال في البلاد، فراح فارس فلقى هناك قصص لرستم، وقصص لإسفندريار، قصص لأكاسرة الفرس، قصص لملوك الحمير. فجاب الأهل جد واشتراها وقعد عمل نصبه
عشان ايه؟ يتكلم الحكايه دي ويشغل الناس عن مين. وبعضهم قال لك لا ده واحد تاني جاب مغنيه تغني بقى وتتكسر في غناها عشان برضو يشغل الايه الناس. يبقى انا ومن الناس نقول له تعالى بقى، اولا كلمه يشتري يدل على انه طلب، اللي راح يشتري حاجه بيطلبها اولا وبعدين يدفع ثمن يشتريها، وهي نفسها سلعه خسيسه يبقى كم حاجه يطلب ادي مجهود، يدفع ثمن ادي غر، السلعه خسيسه ادي خيبه. كيف يصنع ذلك وامامه اشياء حق قصاد الباطل بتاعه اللي رايح يشتريها، واتت له من غير طلب، فضل الله أنزلها عليه برسول ما طلبها، ومن غير ثمن، قل لا أسألكم عليه أجرا. يبقى شوف الحمق بقى جاي من كم ناحية، أولا طلب وبثمن وباطل، مع أن اللي بيقولوه له الرسول حق، ومن غير طلب، مش انت اللي طالب، ده احنا اللي طالبينه نديك خير، ومن غير ايه سمان. ومن غير ثمن. يبقى معناها ده حمق ولا مش حمق؟ حمق. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. طب نحدد اللهو بقى ايه هو؟ والله العلماء قالوا فيه كتير. هل كل شيء يلهي عن مطلوب لله؟ وإن لم يكن في ذاته في غير مطلوب الله لهوا. طب الأذان أذن والناس راح تصلي وواحد قاعد يعمل في مصنعه، صارت الحاجة الصنعة دي بقت لهوا، يعني لأن دي لها وقت موقوت وديك ما لهاش وقت موقوت. يبقى ده برضو إيه له؟ يبقى الله ما يلهيك عن مطلوب منك، وإن كان في غير عند غير المطلوب في زمنه هو عمل كويس، بيزرع، نقول الزراعة مش لا، الزراعة بنزرع علشان نجيب ايه؟ مزروعات. أم قال لك لا، إنما لما تلهيك عن أداء واجب لله بقت هي له، لهيت بها. وفي لهو حتى وإن لم تكن مأمورا بشيء، اللي هو العبس اللي قال لك هو ايه؟ يتكلموا بقى في الغنى. كل العلماء ابتدوا يتكلموا في الايه، الغنى والمزمار والطبل والرق والمش عارف الايه وبتاع ده، لانهم كانوا بيعملوا كده. طيب تعالى بقى، العلماء حينما يتكلمون في هذا بيتكلموا كلام محدد، يقوم غير اللي بيدوا يجيز الاشياء ياخد زاويه من كلامهم ويطبقها على غير كلامهم. العلماء قال لك ما فيش مانع في الافراح اننا ايه نؤنس بالغنى، والنبي امر به، وفي الاعياد مش قال لابو بكر هذا يوم عيد، نحن في يوم عيد، وقال لهم ابعثوا للمش عارف ليه مغنيات تغنيهم. طيب وايه كمان؟ هم قال لك كذلك الاعمال الشاقه بيقعدوا ينشدوا، ولذلك تلاقي كل جماعه بيعملوا اعمال شاقه ايه نشيد ده بيعمل ايه؟ يطربوا انفسهم فيلهيهم عن متاعب العمل. قال لك طيب المرأة اللي عمالة تهني ولدها وتغني له لو انكحن بابها جارية خدابة مكرمة محدة تجب أهل الكعبة مثلا، الله، اللي بيعمل نشيد عشان يديك حماس في الحرب ومش عارف ايه وإلى آخر، مقبول ولا مش مقبول؟ دي يبقى ده مقبول. إذا كل شيء له غرض نبيل نيجي نقول له الغناء بس مش هو اللي وحش، النص من غير غناء إن أهاج غرائزا حرام. ليه؟ قال لك لأن الله يعلم أن طبيعة الغرائز في الإنسان اسمها غريزة، غريزة لها عمل في ذاتك وتفاعل من غير أي حاجة، فما تهجش الغريزة بغير طاقة الغريزة، خلي الغريزة كده ما تهجهاش، لأنك لو أهجتها يحصل إيه؟ يحصل عملية نزوع. ولذلك احنا قلنا ان الشرع لا يتدخل في الاعمال الا عند النزوع،
النزوع يعني ايه؟ احنا قلنا زمان ان مراتب الشعور في الانسان ان يدرك بحواسه. وردة مثلا شفتها زي ما قلنا وردة ادركت جمالها بعينك فاعجبتك وسررت بها من نعمتها ومن شكلها ومن عارف من ريحتها وكل حاجة فيها كده، يبقى انت ادركت، ما حدش قالك ما تدركش، حصل لها في وجدانك حب وعشق، ما حدش قالك ما تعشقش اعشاء الوردة، انما جيت تمد ايدك لا تقطف ايه يقولك مش بتاعتك. فكأن الشارع يتدخل في اي مراتب الشعور في مرتبة النزوع. اما الادراك واما المواجيد ما حدش له دعوة الا في شيء واحد الذي لا يمكن فصل النزوع عن المواجيد فيه، وهو نظر الرجل الى المرأة. ساعة ما ينظر الرجل للمرأة ويجد فيها جمال يعجبه ويطربه، المسألة مش هتفضل بس عند الإعجاب، ده هيحصل في جسمه انفعال خاص يورث في نفسه تشكيلا خاص لا يهدأ إلا بأن ينزع. فالله قال رحمة بك يا عبدي أنا سأتدخل من أول الأمر وأمنعك من أن تدرك، لأنك إن أدركت وجدت في نفسك، وإذا وجدت حصل لك انفعال خاص. الانفعال الخاص احنا عارفينه طبعا، الانفعال الخاص لا يهدأ في ذاتك إلا إن نزعت، فإن نزعت أسمت وإن كتمت كبت، والله يريد أن يبرئك من الكبت ومن الاثنين. فقال إيه؟ غضوا. يبقى إذن الشرع تدخل في إيه؟ تدخل في عملية الإدراك من أول الأمر، لأن الله رحمة بنا قال لك أنا لو سبتك تدرك هذا، أنت لما تدرك الوردة وتنبسط به هل جسمك بيحصل فيه تكييف خاص لعضو من أعضائه؟ إنما هاتها في المرأة هيحصل تكييف خاص. التكييف الخاص ده لا يهدأ إلا إما أن تكبت وإما أن تنزع. إن نزعت أسمت في أعراض الناس، وإن كبت تعقدت وبقت شغلانة. يبقى ربنا بيقول لك من الأول كده. إذن فما تقولش بس الغناء، قول النص نفسه من غير غناء. إن أهاج غرائز الناس يبقى باطل، يتشبب بالمش عارف ايه الوحدة ويصف جمالها ووسطها وشعرها وعينيها ومش عارف ايه وبتاع، ويقعد يتكلم عنها مما يريد حتى من غير غناء. فإذا ما غني بتكسر برضو يزداد، يبقى مرة يبقى النص نفسه محرم، ومرة يبقى تلحينه المبني على التكسر والبتاع محرم، والأداء نفسه مبني لأنه يستعمل غير الصوت أشياء أخرى، يروح مهزوز بقى من تحت ومن فوق ويعمل بقى الحركة. الله معجنة هي ولا ايه الحكاية بتاعتكم؟ يبقى إذن لازم الإنسان المؤمن هيوضع الحد النص المهيج الذي يخرج الإنسان عن وقاره وعن رزانته محرم، النص نفسه. فإذا أضيف للنص لحن متكسر يبقى محرم مرتين، إذا أريد له أداء مهيج بحيث يستعمل في شيء غير الصوت، بحيث تستعمل الأيادي والعينين والمش عارف إيه والوسط والبتاع والحاجات اللي دي تبقى بقت إيه، يبقى إذن أنت الحكم في كل ذلك. إنما مثلا في الأفراح مثلا بتبقى مرة يعني يغنوا للبيت يبسطوها مثلا، في الأشياء اللي قلناها الحداء، النبي ما قالش لأنجشة رفقا أنجشته بالقوارير، رفقا انجشته بيحدي الجمال، تقوم الجمال ساعه ما تسمع الصوت الايه الحلو تنشط في السير، لما تنشط في السير الهودج ايه يتحرك، لا يتحرك الستات اللي جوه يطقشوا ببعض. فالنبي قال القوارير ما تستحملش الحكايه دي، وسمى المراه ايه القاروره، يعني من اللطف ومن الدقه واو الى اخره. فاذا ما نقعدش بقى ندخل في متاهات، غنى حرام ولا حلال والموسيقى مش عارف ايه وبتاع،
والله يا سيدي كل واحد حكم في نفسه، النص إن أهاج وأخرج عن الوقار. إلا ما بتشوفش ناس في الخارج محترمين ومراكز كويسة، قالوا يقعد يسمع مثلا وعي بتغني يروح مسك لها الواحد. الله مش هو ده اللي بيحصل. خرج عن وقاري ولا ما خرجش؟ خرج عن وقاري، مفهوم ولا لا؟ فدي مسألة كل واحد يبقى حكم فيه. إنما النبي عليه الصلاة والسلام لما جه، إذا كان أبو بكر قال أمزامير الشيطان في بيت رسول الله، يعني لازم سمع حاجة يعني، فراح بده ينهارهم، قال له دعهم نحن النهاردة عيد معلش يعني. ولذلك إيه يقول لك روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، مش تعملوها بقى وجبات. الوجبات معناها أنها أشياء ملحة يعني، ويبقى لها مش عارفها. إذن المسألة مش عايزة أننا نقعد نتفلسف ونقول لك الغنى والآلات ومش عارف إيه، نشوف كل شيء يخرج الإنسان عن سمت اعتداله ووقاره يبقى حرام، نصا بغير لحن أو لحنا بغير أداء أو أداء أو أداء مصحوبا بما لا دخل له في الغناء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وبيشتريه قصد ليضل، قصدا لإيه؟ ليضل. يبقى عملية القصد هنا هي اللي عليها اللي. افرض انه اشترى حاجة بينه وبين نفسه كده ويقعد مثلا يسلي نفسه بها ولا بتاعه، لا عايز دي مش عايز يضل، ده في نفسه كده بيعملها بينه وبين نفسه. انما ده بيشتري لقصد ايه؟ مش بس عشان يضل هو، بل ليضل ايه؟ ليضل غيره. يبقى القصد في الفعل له ايه؟ له ملحظ. ولذلك احنا مثلا نشوف مثلا رمضان يجي، ورمضان شهر عبادة، بالنهار بنصوم وبالليل بنقوم للقيام ونقرأ القرآن ومش عارف ايه. كان الواجب اننا نكرم رمضان باننا ما نعملش وياه حاجة تسحب شوية الوقار اللي حصلت في يوم رمضان وفي ليله، سيبوها الحالة كده. انما اقول لك احنا بندي اللي عايز دي ياخد واللي مش عايز دي ياخد ومش اهل كل يعني، بيدوا للناس ايه امزجتهم. انما الانسان له ولايه على نفسه بقى، الولايه على نفسه انك انت ما تتهمش في حد تاني، ما تقولش بيزعلنا كذا وبيعملوا كذا، لانهم ما حكموش عليك انك تشوف، ما حكموش عليك انك تسمع، ما عملوش مخالفه للي ما يسمعش، مفهوم ولا انت ضعيف بقى عن انك انت تربي اهلك وبتاع وبعدين تتهم في الناس؟ لا، ما دام ولايتك على شيء يبقى نفذ ما ولايتك فيه على نفسك. فان نفذت ما ولايتك فيه على نفسك لم يبقى لغيرك الا 5% من حركه الحياه، مفهوم الكلام؟ نعم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، هو بس لهو الحديث بس اللي هو الغنى والبتاع، ولهو الفعل كمان، ده اغلبها بيبقى الفعل مش كده ولا ايه؟ ليضل عن سبيل الله بغير علم. بغير علم بايه؟ ام قال لك يا ريته حتى عارف اصول التجاره في الشراء والبيع. ده اصول التجاره في الشراء والبيع انني لما اشتري حاجه المطلوب مني انني تنفعني اكثر من ثمنها، تنفعني، هذه أصول التجارة. ولذلك أنا أقول فما ربحت تجارته، يعني حتى مش عارفين أصول التجارة. أصول التجارة أنك أنت تشتري إيه؟ عشان لما تبيع أو تنتفع، تنتفع بأكثر من مين؟ بأكثر مما دفعت من الإيه؟ من الأثمان. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يبقى هيبقى هو لا يضل إلا إذا ضل، واللي هيضل وهو يبقى يعني مهدي، ده هو نفسه ذهابه لشراء الله هو ضلال، يبقى ضل في نفسه. وبعدين كونه يسمع الغير وياخده يبقى يضل ايه؟ غيره. ولذلك يبقى له عملين اثنين، ضلال في نفسه واضلال لايه؟ لغيره. ما تقولش بقى لا تزر وازرة ايه؟ وزر اخرى، قول له لا، ده هي المسألة عملين اثنين، ده
ليحملوا أوزارهم وأوزارا مع إيه؟ مع أوزارهم. ما تقولش ده وزرين على عمل واحد، نقول له لا، ده فيه وزر لضلاله في ذاته ووزر لإضلاله لإيه؟ لإضلاله لغيره. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. السبيل هو الطريق الموصل إلى الخير من أقصر طريق، وصل إلى الخير من يعني. ولذلك احنا قلنا الطريق المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، واحنا قلنا في الهندسة المستقيم هو أقصر بعد بين أي نقطتين. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها، يتخذ ايه؟ يتخذ السبيل. أم قال لك صح، لأن السبيل مرة تذكر ومرة تؤنس. هناك إيه؟ قل هذه سبيلي وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. يبقى مرة تذكر ومرة إيه؟ مرة إن ذكرت فباعتبار الطريق، وإن أنست فباعتبار الشرعة. ويتخذها هدوة. يا ريت يسيب الناس في حالها ولا يقولش يهزأ من دي، بل يتخذ ايه دي ايه؟ طب يتخذها هزوا ويعمل ايه؟ ام قال لك اللي مستقيم على الامر المضاد لضلاله يسخر منه ويحاول جاهدا ان يسفها فعلا، زي ما يقول لك ايه، ياخدنا على جناحك، مش بيقولوا كده ولا ايه؟ ها يقول لك ده فلان ده سهولة اللي يسيبك منه، ده معقد، مش كده ولا لا؟ وبعدين يسخر من يقول لك اهي السخريه ده هي تهيج المتمسك بالحق ان يتمسك به. ليه؟ ام قال لك لانه بيسخر منك. ليه؟ ده صعبان عليه انك انت تبقى مهدي بالشكل ده وهو مش مهدي، عايزك تبقى وياه، يعني ما يبقاش حد احسن من ايه. هو ابليس اخشى منه يغوي الناس اجمعين بايه. ليه؟ لانه عصى ربنا. ما ليش معناني يعني اللي هبقى عاصي بعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، مش معنى يعني اللي أبقى لوحدي لا. ولذلك الآية هناك اللي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم، أنتم بتشوفوها قدامكم دلوقتي، وإذا انقلبوا إلى أهلهم. الله ما يدل على أهلهم رخ الله، يقول لك أما أنا قابلت واحد صولة النهاردة وهزأته تهزيق وضحكت عليه ضحك لما شبعت، وبيحكيها لأهله. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه؟ فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إلى ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فربنا بيقول شوفوا بقى، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون ثم يسألون الله هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قدرنا نجزيهم؟ نقول له بلى يا ربي قدرت تجزيهم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. الله وصف العذاب بأنه مهين، قال لك مرة يقول عذاب أليم ومرة يقول عذاب عظيم ومرة يقول عذاب إيه؟ مهين. ثلاث أوصاف. قال لك أليم إن نظرنا إلى ناحية الإحساس به مؤلم إنما يمكن ينقطع شوية. أم قال لك وعظيم يعني كميته كبيرة. طب ومهين يعني ايه؟ ام قال لك لان في واحد يتمرد على العذاب، يعني مثلا تمسكه تعمل حاجه كده ويتجلد ولا يقولش اه، انما انت تهينه ولو بكلمه لما يكون شريف وكريم كده، وبعد ذلك ايه متجلد. ولذلك قال وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضعهم، تقوم تعمل ايه؟ تديله إهانة بقى اللي ما تنفعلوش العذاب الأليم ولا العذاب العظيم، تديله إيه؟ إهانة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قول الحق أولئك لهم عذاب مهين يصفه بالمهانة دليل على أن من العذاب ما ليس مهينا، بل من العذاب ما هو تكريم. فإذا عذب الرجل ابنه لأنه خالف شيئا من أوصاف، يبقى ده عذاب مهين ولا عذاب مكرم؟ ده هو بيعذبه عشان ما عادش يعملها لأنه غيران عليه، بدليل أننا قلنا إذا ما دخل إنسان فوجد ثلاثة أولاد بيلعبوا ميسر، ابنه وابن جاره ورجل وولد بعيد عنه، على من يقتو أولا؟ على ابنه. إذن هو ما بيعذبش ابنه إلا لإرادة الإيه؟ التكريم، لا يريد منه أن يكون كذلك. ويمكن ابن جاره يقول له: ليه يا واد عملت كده؟ والتاني ما يسألش عنه خالص. إذن جاء فقسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. إذن ففيه من العذاب ما هو تكفير وما هو تطهير وما هو تربية وتكريم للمستقبل. إذن وصف الكلمة بالعذاب، إحنا قالوا الزمخشري رضي الله عنه قال الملك يبقى عنده خادم، هذا الخادم فعل شيئا لم يرد سيده، فقال لصاحب الشرطة: خذ هذا الولد وعذبه شوية. فلما يأخذ وعذبه يعلم صاحب الشرطة انه هيرجع تاني لمين؟ للملك. يقوم برضو يعني ايه يعذبه عذاب يعني مش مهين مكرم، على قد ما لكن اذا علم ان ده قال اطرده وبعده وما عادش يجي الخدمة ومش عارف ايه بتاعه حاجات زي دي، يبقى العذاب ايه؟ يبقى مرة يكون العذاب مكرم اذا كان لمن تحب وتريد ان تطهره، ومرة يكون العذاب هو مش مكرم بعض الشيء وان كان فيه المهانة انما مش مبالغة في الاهانة، ومرة يكون عذاب ايه؟ عذاب مهين. ما دام العذاب مهين في ذاته يبقى حيدي ابدية، ابدية الخلود، ابدية الخلود. هنا اخو اخونا المستشار قال ان احنا في الله، وقلنا ان في ايه في سوره العنكبوت قدمت الله على الايه؟ على اللعب. ايه الايه بقى بتقول ايه؟ وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الله، طب جاب هنا اللهو ليه؟ مع ان اللهو هو يلهي عن مطلوب واللعب لا يلهي عن ايه؟ مطلوب. أم قال لك يبقى معناها أن أمور الاشتغال بغير الدين بلغت مبلغا، هذا المبلغ إن فيه مطلوب يشغل عنه بغير مطلوب، فكأن المسألة طم الفساد فيها، فتبقى دي أهم من الإيه؟ الأولانية هي الأهم من اللعب. ليه؟ لأن اللعب ما شغلش عن إيه؟ عن غير. يبقى إذن الذي يحزنه يبقى إيه؟ ان الله يبعدني عن طاعه، يبقى هذه بقى تبقى طمت البلوى. وبعدين يجي اللاعب اللي هو ما بيبعدنيش عن ايه؟ عن طاعه. فربنا بيقول ايه؟ وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا ايه؟ لو كانوا يعلمون. هات بقى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، واذا تتلى عليه اياتنا يبقى بيدلك على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يبلغ أمر دعوته حتى لمن يعلم عنه أنه ضل في نفسه ويريد أن يضل غيره، بدليل وجد تتلى عليه آياتنا، برضو بنحن القلوبهم
وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا. ولا يعني إيه؟ دنا ورد كتافه زي ما بقول. والتولي باستكبار، والاستكبار معناه إيه؟ معناه أنه أكبر مما يدعى إليه. نقول له آه أنت دعيت إلى حق فاستكبرت، ولو كنت مستكبرا في ذاتك لم تلجأ إلى باطل لتشتريه، أنت رحت الباطل تشتريه. تبقى إذا كان الباطل حتى ما أنتش مستغني به وتروح تشتريه تبقى هتتكبر ليه؟ أنت ما عندكش مقومات الكبر فكيف تستكبر؟ لأنك أنت بتستكبر عن حق وبتروح تشتري إيه؟ بتشتري باطل. معنى الاستكبار إن لما يجي واحد يديك حاجة تستكبر عنها إن عندك زيها، ده أنت ما عندكش زيها ولا عندك أقل منها كمان، بدليل إنك بتروح تشتريها كمان. يبقى ما هو الاستكبار؟ يبقى استكبار في غير إيه؟ في غير محله. والمستكبر دائما إنسان في غفلة عن الله. ليه؟ لأنه نظر لنسبة نفسه مع غيره من الناس، يمكن يكون عنده مقاومات، لكنه لو استحضر جلال ربه وكبرياء ربه لاستحى أن يتكبر. يستحى أنه يتكبر، ربنا يستحضر ربنا بعظمته كده. طب ده الكبرياء صفة العظمة وصفة الجلال لله. ليه؟ لأن الكبرياء ده معناه إن إحنا في هذا الكبرياء احتمينا من إننا نكون عبيد لغيره. احتمينا من إننا إيه؟ نكون عبيد لغيره. إذن فكبرياؤه شرف لنا ولا لا؟ ولذلك حتى الناس الرفيجين اللي عندهم فطرة يقول لك إيه؟ اللي ملوش كبير يشتري له كبير، لأنه مدام ليا كبير أنا يخافون الناس بالنسبة له. كذلك كبرياء الله، مدام هو متكبر يبقى محدش يقدر يرفع رأسه، ومدام محدش يرفع رأسه يبقى الكل إيه؟ الكل سواوية، سواسية أمام إيه؟ أمام الحق سبحانه وتعالى. يبقى كبرياؤه إيه؟ لصالحنا نحن. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، ثقة الحاجة سد إيه؟ سد ودنه. فبشره بعذاب أليم. فبشره بالله، ساعة ما تسمع كلمة بشر، وما هي البشارة؟ البشارة أن تخبر بأمر سار لم يأتي زمنه، زي الولد اللي امتحن تقول أنا بشرك إن شاء الله هتنجح، يبقى النجاح أمر سار ولا لا؟ إنما لسه ما جاش إيه؟ ما جاش زمنه. طب بالله، وهل البشارة تكون بعذاب؟ بعذاب؟ أبدا، ده البشارة تكون بنعيم. أمال قال لك؟ قال لك لا، ده يريد الحق سبحانه وتعالى أن يتهكم بهم. ولذلك الولد اللي انت قعدت تنصحه يذاكر طول السنة ولا قعدش يذاكر، وبعدين انت رحت شفت النتيجة ولقيته قاعد في البيت كده، تقول له بشرك، يوم الولد يفتكر انه ايه؟ نجح. يقول لك سقطت يا حبيبي. ايه النقلة دي؟ بقى نقل من الانبساط الى الانقباض المفاجئ. فلما قال لك بشرك، الولد فهم انه يمكن غلطة نجح، يقول له ايه؟ يقول له سقطت يا حبيبي. علشان ما تبقاش تذاكر. الله، هي علشان تذاكر ولا عشان ما تبقاش تذاكر؟ عشان ما تبقاش تذاكر زي ما عملت كده. ولذلك يقول ايه؟ الانسان وهو ماشي في الصحراء وبعدين عطشان، فابرقت غمامه، جه برق كده، ام فهم ان ايه؟ جاي مطر. كما أبرقت يوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت، فأصبحت من ليلة الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. فهم أنه مسك المية وبعدين نزلت من إيه؟ من بين إيه الأصابع. ولذلك يقول لك ما أشر على النفس من الابتداء المطمع يأتي بعده الانتهاء الميئس. وضربنا لذلك مثل قديم، قلنا هاب ان واحد معتقد
وبعدين عطش وعايزين بيعذبوه. فقال للرجل العسكري اللي عليه اديني شربة مية بس. يقول له حاضر يا سلام. ويروح يجيب الايه كوباية المية. يوم الراجل يفتكر ان العسكري ده ابن اصلي وراجل طيب ومش عارف ايه. وبعدين جاء لحده كده وحيمد يده ياخدها راح دلقها له على الارض. يا ليته من الاول قال له لا، انما ابتدأ به ابتداء مطمعا ثم انتهى به انتهاء ايه مكيسا. ونعوذ بالله من القبض بعد البسط. فبشره بعذاب أليم. فإذا كان هذا اللي اشترى له الحديث ومش عارف ايه وإلى آخره وقال عليه فبشره بعذاب أليم، يجي المقابل بقى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. جاب المقابل، وعادة ذكر الشيء مع مقابله يعطي الحسن. انظر إلى اسمع قوله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. جاب إيه؟ المتقابلات. ومدام جاب المتقابلات يقوم المؤمن ينبسط اللي هيكون نعيم، وبعد ذلك ويفرح باللي غاضوا من الكفار في إنه يكون في جحيم. يبقى اجتمع عليه إيه؟ أمرين اثنين. الأمر إن اللي بيغيظه ده واقف أمام دعوته وبيضطهد وبيعذبه هيروح الجحيم. يبقى عنده حاجتين اثنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الإيمان لازم يردفه بالعمل، لأن الإيمان أن تعلم قضايا غيبية قيمتها إيه إما كنتش تنفذ مطلوبها، يبقى ولا قيمة للعلم. ولذلك إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أن هي فايدة الإيمان إيه؟ فايدة الإيمان العمل. إنما أنت مؤمن بأشياء وأشياء وأشياء وما توظفهاش، تبقى ما بدل ما توظفش يبقى إيه؟ ده بقى تحج عليك مش حج لك. يبقى إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وإحنا قلنا معنى الصالح الشيء الصالح في ذاته لا تفسده، خلاص. والشيء الصالح إن استطعت أن تزيده صلاحا بتطوعات فافعل، وإن لم تستطع سيبه على إيه؟ على ما لهم دول؟ لهم جنات النعيم. لهم جنات جبهة بالجمع جنات وجنات النعيم، خالدين فيها وعد الله حقا. كلمة شوف برضو الحق سبحانه وتعالى رغم الكفار كافر بيه ورغم انه بيضل ويضل ويضل غيره برضو رحيم حتى في تناول عذابهم. اولا ما جابش في ذكر خالدين، وهنا جاب ايه خالدين. وابقى كلمة عذاب قال لهم عذاب، انما ده ما قالش لهم نعيم بس قال جنات وجماعه. وبعدين قال وعد الله ايه وعد الله حق. كلمة الوعد احنا عرفنا انها دائما تأتي بعدة بخير، بس من مين؟ ممن يملك الوفاء. الوعد ممن يملك. ولذلك احنا قلنا ان اللي بيعد وعد لازم يبقى يردفه بان شاء الله. ليه؟ لانه ما يمكنش انه يكون عنده مقومات انجاز هذا الوعد. يبقى لما يقول ان شاء الله يبقى معناها ان الله لم يشأ. يبقى ربنا بيعلمنا ازاي حتى نبقى ايه نبقى منصفين لانفسنا من الناس، مش يقول لك انت وعدتني بحاجه وما عملتهاش. انما لما قال ان شاء الله جابها في مين؟ ولذلك الايمان بالقدر. الايمان بالقدر ده رحم الناس من الناس. واحد مثلا طلب منك شيء مساله تقضاها له وبعدين ما قضتهاش انت عشان ما يزعلش منك ويتحمل ومش عارف ايه، يقول لك ربنا لما يريد. الله، يبقى كده قدر الله رحم مين؟ رحم الناس من الناس، لسه ما جاش معاك. ولذلك احنا قلنا لما واحد يروح يتوسط لواحد في عمل ثم يقضيه، المؤمن يقول ايه؟
هو انقضى معي لا بيه. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. شاء الله ان يقضيه فاكرمني بان رحت اتكلم وقت ما المشيئه جت. ولذلك حتى الطبيب المؤمن الكويس يقول جاء الشفاء ايه عندي لا بيه. ساعه ما مديت ايدي وكتبت دواء الشفاء جاء ايه جاء عندي مش بي انا. يبقى اذا قدر الله بيعمل ايه؟ بيرحم الناس من ألسنة الناس. ربنا لسه ما أرادش. ولذلك لما واحد يقول له انا قلت لك كذا وعملت كذا ويتحدى عليه يقول له يا اخي ربنا لسه ما أرادش. ولا يقضى في الارض حتى يقضى في السماء. ما تظلمش الناس. يبقى لما ما دام ما تظلمش الناس يبقى انت لا تشيل من واحد انه ما اعتناش بيك ولا انه ما اضلهكش ولا حاجه. لسه ما انقضتش. ليه؟ لان في قدر. كلمه قدر الله دي عملت ايه دلوقتي؟ عملت رحمه في الناس كلهم لو فهمناها. ولذلك تعمل رحمه ايضا في ايه؟ في انك انت مجد وعملك واضح والناس بتشهد لك. وبعدين تلاقي واحد له عمله واضح ولا اي حاجه بل بالعكس لعبي وبعدين خد منك الدرجه ولا لهف منك المنصب مش كده؟ تقوم انت الاحمق يزعل والعاقل ما يزعلش. يقول انا مش بحترمه لانه خد، انا بحترم قدر الله فيه. هي المساله مش ميكانيكا في الكون، مش ميكانيك يرفع ده يرفعه يحط ده يرفعه. والا فتبقى لو ان المسائل زي ما انت عايز كده ميكانيكا يبقى زي الفلاسفه ما قالوا ده القضايا الكونيه دي ربنا سايبها للناس كده. نقول له لا ما سابهاش، ده هو مش عملها ميكانيكا بدليل ان هو يخلف الاشياء. يبقى القضيه العامه لها جمهور كبير، لكن يسيب للقضيه الخاصه اللي تبطل الميكانيكيه منفذ. ازاي؟ مثلا يخلق ما يشاء مش كده؟ يهب لمن يشاء ايه ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناث ويجعل من يشاء ايه من يشاء عقيمه. ساعه ما قال كده ما فيش واحد يقول ده الست ما خلفتش ولا هو ما بينجبش. ده مرادات عليا، مرادات عليا. ولو انه احترم قدر الله في العقل لجعل الله كل من يراه من الاولاد اولاده. يبقى المساله مش ميكانيكا بقى. يهب لمن يشاء اناثا يهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء ايه عقيم. اشمعنى قبلت هبة الله في أن تكون ذكور ولا قبلت هبة الله في أن تكون عقيما؟ إيه القسمة الضيزة دي؟ مدام قبلت دي لازم تقبل دي دي ودي. ولذلك احنا قلنا كانوا زمان بيكرهوا البنت لأنها لا تركب خيل ولا تمسك سيف ولا تحارب ولا تمشي على ما تعملش عدوى. فكان أولا يوئدوها إلى أن جاء الإسلام فحرم الوالد. وبعدين فضلت بقى برضو الناس برضو عايزين ايه الذكور وحتى الست. ولذلك احنا بنقول للستات انتوا ليه عمالين تحاربوا في الراجل وتعملوا فيه المشاكل دي؟ ده الواحدة منكم ما خلفتش ولد ذكر بعد سنة تنجان ليه؟ طب ده شهادة منكم بان الولد ايه الولد افضل يا ست. لكن يوم الحق سبحانه وتعالى يقول اللي يحترم قدري في انني وهبت له بنات ولذلك قدمها في الهبة يهب لمن يشاء إناثا. ما شاء الله ما شاء الله يا سيدي. قدمها في الهبة لأنه فهم الناس وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. الله الله. فقدمها في الهبة يهب لمن يشاء إناثا استهلها بالهبة. طيب وكلمة يهب دليل على أن ما فيش حد له فيها. يهب لمن يشاء ناس. ولذلك قلت أنا لمن شكى أن امرأته تريد أن تجهض نفسها لأنها خلفت 4 بنات ولا 3 وخايفة للبنين اللي جاية دي تبقى إيه تبقى بنت. قلت له ما يمكن لو وجدتها وبعدين تنزلوا كده تلاقوه ولد تبقى تعيشوا بحصرتها. طب افرض انها بنت، هنفرض انها بنت، والله لو احترمت قدر الله في الانثى لربنا قال لك احترمت قدري ساعطيك على قدري. الله.
وبعد ذلك يربي البنات كده كويس، وبعدين يجي لهم اربع فرسان احلام يروحوا متجوزينهم، يجي له اربع رجاله لا تعب في تربيتهم ولا امهم تعبت في ولادتهم، ويمكن الذكر ابنه حماه ياخده. وجربوها كده شوفوا، اي انسان يرضى بالانثى اذا جاءت يقول له ربنا رضيت بقدري اعطيك على قدري، واجيب لك بقى عريس ليه يبقى اطوع لك من ابنك. الله يسيدك الله يسيدك. وده اللي بيحصل، وده اللي بيحصل، حصل وحصل. احنا قلنا بقى ايه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا. كلمه حقا دي يقول لك شوف الوعد من مين، الوعد ممن يملكه، ولا يوجد اله غيره يقول له لا دي بلاش. ولذلك الرجل اللي كان بيذم واحد قال له ده الدليل على ان ربنا ده ملوش شريك انه خلقك، لو كان له شريك كان يقول له بلاش ده خالق. وعد الله حقا، وعد الله حقا، وهو العزيز اللي ما فيش حد بيتني كلمة عليه، وحكيم حين يعد ويعرف لماذا وعد ولماذا يوفي. نعم. ثم انتقلت الآيات إلى شيء في الكون، هذا الشيء في الكون يعتبر دليلا من أدلة الإيمان الفطري بالوجود الإله. فقال لك تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها. أولا جاب آية لم يدعها أحد وهي موجودة، موجود لم يدعه أحد، محدش من الملح ده ولا من الكم قال ابدا السما دي انا خلقتها ابدا، جاب حاجه محدش ايه ادعى. ولما قال هي مفيش حد خالفها قال لا ده انا اللي خلقت ده هو خدها مني كده. طب ما دام هو قال انا خلقت السما ومش عارف وبغير عمل ان ترونها، ان كان الكلام صح يبقى انتهينا اتفقنا. طب وما كانش صح يبقى حد تاني خلقها. طب اللي خلقها التاني ده دري ولا مدريش؟ دري بان واحد خد منه خلق السماء والارض كده وسابه هو كده، والله ما كانش دري يبقى اله نايم على ودنه فعنيه. وان كان دري يبقى جبان ما يقدرش يواجه، فلا دي نفعه ولا دي نفعه. يبقى ما دام قال اني خلقت ولم يوجد له معارض يبقى هو اللي خلق. ولذلك احنا قلنا ما لا شهد الله انه لا اله الا هو، شهد هو شهاده ذات لذات. نقول لي الكلام ده صح؟ يا انت تقول يا كافر والعياذ بالله، لا مش صح. نقول هو قال لا اله الا هو، فان كان فيه اله تاني نقول دري بالكلمه دي ولا ما دريش؟ ما دريش يبقى برضه ما ينفعش انه يبقى اله. طب دري، طب ما وجيش ليه وقال لا ده انا اللي خلقت بدليل كذا وكذا وكذا ويجيب دليل، يبقى اذا صحت الدعوه لصاحبها ولا لا؟ صحت الدعوه لصاحبها الى ان يوجد معارض. احنا قلنا زمان هب انكم في مجلس في 20 واحد وبعد ذلك انفض المجلس فوجدتم حافظه نقود، رب البيت وجد حافظه فيها نقود وما فيهاش ورق يثبت هي بتاع مين، فيقول لابنه أو للخادم اتصل بالناس اللي كانوا هنا قول لهم هل حد منكم ضاع له حاجة اسأل. فقعد يسألهم 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 يقول لك لا لا ماليش حاجة، إلى أن اخترق الباب طارق ودخل واحد قال له والله أنا كنت هنا ونسيت حافظة نقود بتاعتي. يقوم إن كانوا من 19 سئلوا وقالوا مش بتاعتني تبقى بتاعت مين؟ تبقى بتاعته. طب كان سأل 17 ولسه واحد يقول له طب اسأل يا واد فلان
يوم يسأل فلان يقول له مش بتاعتي، يبقى بتاعت مين؟ يبقى بتاعته إلى أن يظهر إيه؟ إلى أن يظهر مدعي. والله يقول قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. كانوا راحوا يشوفوا إيه اللي خد منهم الكون ده وخد منهم الناس وخد منهم الألوهية دي. أو إذا لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يوم يقول ذا الإله الأكبر بتاعنا فوقنا، لكن هو قال لي ما فيش حد، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين إيه عبدا. خلق السماوات بغير عمد. أولا السماء اللي أنت مثلا تقعد تمشي تحته من هنا إلى وتلف في الكون كله تلاقي سماء، تلف في الكون كله تلاقي سماء. أنت متجه غربا إلى أمريكا سامي، وبعدين مشيت من امريكا رحت لهونولولو ده ولا اسمها هواي، وبعدين اتنقلت لليابان وتدورت جيت كده على استراليا ونزلت مش عارف ايه لحد ما جيت عندنا تاني لقيت سما ولا ما لقيتش سما، كلها ايه سما. وبعدين هل صدمت بعمدان كده مسلحه كده في الطريق كده حكيتك؟ اذا خلق السماوات الواسعه اللي انت شايفها دي بغير عمد. كلمة ترونها أي ترونها بغير عمد كذلك، مش محدش أو بغير عمد ترونها، يعني هي لها عمد بس أنتم مش شايفين العمد. إذا لما يجي يقولوا الجاذبية نقول له يا أخي ربنا قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ما يمسك الطير حتى ما يمسكهن إلا الإيه إلا الله، ويعمل بسط جناحيته كده هو وما يمسكهن إلا الله عشان بيقرب للمسافة إن السماء دي إزاي تتمسك كده. ويقول لك ما هو الطير أهو اللي أنت شايفه بتشوفه بيرفرف كده بيطير، وبعدين يعمل إيه؟ يروح عامل جناحاته مديدها كده ولا يعملش أي حاجة ما يقعش. يبقى إذن إن الله يمسك السماوات والأرض إيه؟ أن تزولا. امسكها بإيه؟ بقانون؟ بس قانون احنا شايفينه. اهم قال لك الجاذبيه ولا مش الجاذبيه ولا مش عارف. هم دلوقتي لما جم يعملوا لنا تجربه عشان جاذبيه الارض للاشياء جابوا لنا كوز وعملوا فيه ثلاث خيوط زي الخيوط اللي في الكفه بتاعه الميزان، وجمعوا الثلاث خيوط كده بنسبه واحده عشان يبقى ايه مستقيم متوازن، يعني ما فيش حبل منهم اطول من حبل، وعملوها كده وجابوا التجمع اللي هو بتاع الثلاث خيوط وحطوه في حبل واحد وملوا الكوب ميه. خلاص يمكن شفتوا كلكم التجربه دي. وبعدين عملوا ايه؟ يبقى الكوز لما جه فوق كان الفم بتاعه فين؟ تحت، ما نزلتش المية. ما نزلتش ايه المية؟ ليه ما نزلتش ايه دي؟ بيردوا بقولك لو كانت الارض عمالة تدور كده كانت المية البحر دي تندلق. طب هتندلق فين؟ هتندلق فين؟ تقوم تقول له هي دورة الارض دي بالمية اللي فيه زي دورة ايه الكوز. إن 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 خففت الحركة شوية يروح نزل. ليه؟ أم قال لك لأنه في حاجة اسمها الجاذبية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. ينزع الله العلم من الأرض نزعا، وإنما يرفعه بقبض العلماء. وقد طمأننا الشيخ الفقيد في آخر كلمات سجلتها عدسة الأخبار بنصرة الحق. إذا رأيت معركة بين حق وحق لا يمكن توجد، أن الحق واحد، ولا توجد ولا تطول معركة بين حق وباطل لأن الباطل دائما زهوق. رحم الله الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة واسعة، وأثابه على ما قدم لخدمة الإسلام والمسلمين، وأسكنه فسيح جناته.
وحشره مع الأنبياء والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا، وألهم آله وذويه ومحبيه والأمة الإسلامية الصبر والسلوان.